صحى منصور. في عزول ايه؟ ده بهنساوي زميلي في الكليه قاعد برازيني على ما الاقي سكن. كل ده ولسه تلميذ؟ هو زي حالاتي بقاله 12 سنه في الكليه. يا دين النبي، انا ما كنتش عارف انك اتمنك ما كنتش عايز حد يجي لك الشقه. بهنساوي دي بنت خالتي. ادخل ادخل خف وادخل ذاكر. خفش امشي. انا هخيف عشان اعمل شربات للشربات. انت ايه اللي جابك؟ ابو جود عاوز الميكروفيلم. اجيبه ازاي بس واخينا ده هنا؟ سحلقه اعمل اي حاجه. مش ممكن، ده لازقه. يا اخي ده انت فاقر، ما عندكش حاجه تقدمها للامور. طب انزل هات حاجه ساقعه من عند البواب. اعوذ بالله من الجواب بتاعك ده وشي يقطع الخميره من البيت. انزل انت. طب اعمل شاي. ايوه انا عايز الشاي. حمام يا ماما. وحشتني قوي يا منصور. تعبت قوي في العملية. الشاي قصدي بتحبيه تقيل ولا خفيف؟ تقيل يا واد يا تقيل. تحبوا تشربوه هنا ولا بره؟ بره 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 بهنساوي بره. طيب يا منصور. طيب انا ماشي يا منصور. ليه؟ لازم الحق الطياره دلوقتي. طب البس اوصلك؟ لا انت مش عارف النظام. بعدين حد يشوفنا مع بعض. مدموزيل باجيتسا، انت وصلت النهارده؟ ايوه. ومسافره برضه النهارده؟ ايوه. ليه؟ انا حره، باسبور سليم، فيزا سليم، ما تعطلش. انا هتتكلمي كويس. انا هتكلم كويس. انت اللي عاوز تتعلمي السوق. حسن خد المكتب واكشف عن جواز السفر وتاكد بالتاشيرات. اتفضلي اتفضلي. السفارة بلغتنا انك مش يونانية، يعني ده جواز سفر مزور. وده بقى بعد التحميض وطبع اللي فيه. ايه رأيك؟ مفيش داعي للإنكار. اعترفي. أبو جودة أبو جودة. إيه في إيه؟ خليك جيالك. قبضوا عليها في مصر. إيه؟ أيوه المراقبة شافتها وهما بياخدوها في المطار. الرسالة جوه على المكتب.
ابو جوده بعتك تاخد الميكروفيلم ده من مين؟ اخدته من كابينه تليفون امريكان سليمان باشا. اه من نقطه ميته. انت تعرفي حد في مصر؟ لا 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 مفيش. انت كدابه عشان فكرتي وبعدين رديتي. تعرفي حد في مصر؟ بقولك انت بتعرفي حد في مصر، هو مين؟ خطيبي. بس والله العظيم ما يعرف عني حاجة، انا حتى ما رحتلوش، ده لو عارف مش هيتجوزني. اسمه منصور، منصور مساعد الطوبية. عنوانه؟ منصور ملوش دعوة، والله ما يعرف حاجة. خلاص ما تخافيش، بس قولي ساكن فين. اتنين شارع جمال عز الدين، مصر الجديدة. بس حرام تظلموا معايا، أرجوك صدقني، منصور ملوش دعوة خالص. خايف عليه للدرجة دي؟ طب اهدي اهدي، ابعت لي واحد عصير ليمون. هتعملوا فيها ايه؟ هنشنقك طبعا. الا اذا حضرتك قلت الا اذا. الا اذا يعني الا اذا مش ممكن، لازم تموتي. ارجوك انا غلطت ومعترفه بغلطتي. انت ضريت البلد، انما يعني ممكن لو يعني لو ايه؟ لو ارجوك قولي اعمل ايه؟ تشتغل لصالح بلدنا، تبقي عميل مزدوج. ما عنديش مانع. ولو خنت تاني؟ شنوني؟ مش انا، ابو جوده هو اللي هيشنويك. ده تقرير عن معلومات عسكرية عن الجيش الإسرائيلي في جنوب سيناء. المعلومات دي صحيحة، عاوز تنقل الرسائل دي بالحبر السري في جوابات عادية، وعلى الظروف دي تكتب العنوان ده في ألمانيا، عشان لو لعبت بديلك هبعت الجوابات دي لأبو جودة علشان يعرف إن انت بتشتغل معايا من مدة، وبكده اضمن انه يقتلك. اما انا بقى هعرف اتصرف ازاي مع منصور.
طمني يا دكتور. هو كويس الحمد لله كله تمام. سيادتك عملت ايه مع سحر؟ منصور مستنيك هناك عشان توديه. حاضر.